يشارك وفد من مجلس الشورى في الندوة الدولية حول تجارب المصالحات الوطنية التي ستقام في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 17 وحتى 18 من شهر يناير الجاري، حيث سيستعرض الوفد تجربة مملكة البحرين في مجال العدالة وتحقيق المصالحات، والتي كان لها الأثر الكبير في تطور وتقدم المملكة وتحقيق النمو والازدهار في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. للحديث حول مشاركة وفد مجلس الشورى معنا عبر الهاتف رئيس الوفد سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الأستاذة هالة رمزي فايز. مساء الخير سعادة النائب الثاني، بداية حدثينا عن أبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال هذه الندوة الدولية حول المصالحات الوطنية. مساكم الله بالخير. طبعا في هذه الندوة الدولية حول تجارب المصالحات الوطنية سيتم أو تم تحديد 4 محاور رئيسية من قبل رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، ترتكز على أولا المصالحة من منظور العدالة الانتقالية، ثانيا تجارب المصالحات في الدول العربية والأفريقية مع بيان نتائجها وتحدياتها، وأيضا سيتم الحديث حول دور البرلمانات وكذلك المؤسسات الوطنية في تدعيم مسارات المصالحة الوطنية. ونعتقد أن هذه المحاور ستكون صورة حول الجهود التي تبذلها الدول لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والاجتماعي أيضا، وهو ما يعد ركيزة أساسية في بناء الدول. نعم أستاذة هالة، يعني كيف من الممكن الاستفادة من مثل هذه المشاركات الدولية في يعني إبراز تجربة مملكة البحرين في المصالحة الوطنية وأيضا دور مجلس الشورى في تعزيز هذه التجربة؟ طبعا مشاركة مملكة البحرين في مثل هذه الندوات الدولية مهم جدا، لما لدى مملكة البحرين من خبرة في العديد من المبادرات السامية من لدى جلالة الملك المفدى حول المصالحات الوطنية، ولعل أبرزها طبعا هو حوار التوافق الوطني الذي شارك فيه ممثلون من جميع فئات المجتمع، وشكل انطلاقة جديدة لمسيرة التنمية والتطور في المملكة. فطبعا دور مجلس الشورى هو إبراز هذه التجربة من خلال حديثنا ومشاركتنا في المحاور الأربعة المحددة، وإلى جانب بيان أيضا دور السلطة التشريعية ومجلس الشورى بشكل خاص في إنجاح حوار التوافق الوطني، والإسهام أيضا في صياغة توصيات ومخرجات حوار التوافق الوطني، واللي تمت ترجمتها إلى برامج عمل وتعديلات في كثير من التشريعات والقوانين في المملكة. نعم سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الأستاذة هالة رمزي فايز، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق في هذه المشاركة.